أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وتثمين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية من كافة الكوادر الوطنية التي عملت بكل جد وإخلاص لتنفيذ استراتيجية فريق البحرين في التصدي لجائحة كورونا، يمثل مصدر فخر واعتزاز ودافعا لمواصلة العمل بعزم في سبيل رفعة مملكة البحرين في كافة المجالات. جاء ذلك لدى تفضل الوزيرة توفيقي بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبي الوزارة إنفاذا للأمر الملكي السامي، وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة. وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أن الكوادر الوطنية من منتسبي وزارة شؤون الشباب حرصت على المشاركة في الجهود الوطنية وبذلت جهودا عالية في تنفيذ رؤية الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كأعضاء فاعلين في فريق البحرين من خلال الالتزام بتعليمات الفريق في التصدي للجائحة.